أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: منذ سنين قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج ولله الحمد، ولكن بعد أداء طواف الإفاضة تحللت زوجتي قبل أن تأخذ شيئا من شعر رأسها، فماذا يلزمها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هي كانت رمت الجمرة الكبرى وطافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة إن كان عليها سعي، فإنه يجوز لها أن تتحلل من إحرامها، لأنها فعلت اثنين من الثلاثة. أما إذا لم تفعل إلا شيئا واحدا، رمي الجمرة فقط أو الطواف فقط، فإنه لا يجوز لها أن تتحلل من إحرامها، بمعنى أن تعمل شيء من محظورات الإحرام، لأن الإحرام باق عليها. نعم.